تنطلق اعتبارا من يوم غد الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد حفظه الله الثانوية الكبرى للرماية. نعم، البطولة الغالية تنطلق على جميع ميادين شيخ صباح الأحمد بمشاركة العديد من الرماة من داخل الكويت وخارج الكويت. نتابع هذا التقرير. تنطلق يوم غد الخميس وعلى مدى 3 أيام منافسات بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى للرماية في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة نحو 300 من أفضل رماة الكويت وعدد من رماة دول مجلس التعاون الخليجي. البطولة ستشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي بالإضافة إلى دول الخليج. وسخر النادي كافة إمكانياته لإنجاح هذه البطولة الكبيرة التي تعد خير افتتاح للموسم الرياضي المحلي للنادي، وتشهد إقامة مسابقات في رمايات المسدس والبندقية والتراب والسكيت والقوس والسهم لفئات الرجال والسيدات والناشئين. وتنطلق اعتبارا من اليوم الأربعاء التدريبات الرسمية لمسابقات رماية سكيت والتراب للسيدات ورماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار للسيدات، إضافة لتدشين المسابقات التمهيدية لرمايتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار للرجال، على أن تتوالى المسابقات حتى ختام البطولة السبت المقبل. مزيد من الحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا وهذه البطولة الكبرى، يسعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو المهندس تعيج العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية. حياك الله المهندس تعيج. حياك الله، الله يسلمك، شكرا لك. صباحك الخير مهندس، وإحنا سعداء بلقائك. صباح الخير، شكرا لك، طال عمرك. مهندس، بداية لو نتكلم عن هذه البطولة ونقول وآخر تحضيرات النادي لها إن شاء الله. طبعا هذه البطولة بطولة مميزة بالنسبة لرماة الكويت، تحمل اسم عزيز علينا، بطولة سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، واللي تكون بداية انطلاق موسمنا المحلي 2021-2022. احنا طبعا في نادي الرماية الكويتي الرياضي نتشرف دائما بأن تكون انطلاقة الموسم بطولة تحمل اسم سمو ولي العهد، والختام دائما يكون بطولة تحمل اسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإحنا طبعا يمكن هذه البطولة الثانية، يعني البطولة الماضية سويناها باسم سمو العهد الشيخ مشعل الأحمد العام الماضي، لكن كانت على يعني نطاق أصغر لأن كان وضع الكورونا، وكان لكنها كانت الحمد لله بطولة ناجحة. وهذه البطولة الثانية اللي نسويها هذا الموسم، وأخرناها بالعمالة لشهر نوفمبر علشان يكون عندنا وقت، لأن كانت السنة الماضية سنة أولمبياد طوكيو، وكان فيه يعني وضع الكورونا في التحديات اللي واجهت يعني في وقت يعني انعقاد الأولمبياد. نعم، فالآن هذه البطولة يعني احنا جايينها يعني بقوة، وفتحناها المجال أكبر لجميع الألعاب، رماية الشوزن سكيت وتراب الأولمبي، وعندنا رماية المسدس بوضاع مختلفة، ورماية البندقية نفس الشيء بوضاع مختلفة، ورماية القوس والسهم الأولمبي. وشاركنا بعد في الفترة هذه أصحاب الهمم من أخواننا من المعاقين، فتحنا لهم مجال اللي بيشارك، سوينا لهم فئة بروحهم، وأيضا عندنا الناشئين والناشئات هم نفس الشيء عندنا بعد فئة بروحهم. فهذه البطولة يعني فيها أعداد كبيرة، طبعا دول الخليج أيضا تركنا لهم مجال اللي بيشارك، وشارك معنا من رماة الخليج أيضا. هل هذه تندرج تحت النوع أو المسابقات اللي راح تتخللها البطولة المهندس تعيج؟ نعم، إحنا طال عمرك البطولة هذه جميع ألعاب الرماية، نعم، وبكل أنواعها، وإحنا حاولنا أن نخليها يعني تصير مثل ما تقولين يعني بطولة رسمية نفس نظام الاتحاد الدولي للرماية، فنطبق عليها جميع الأنظمة، وفرصة حق كل رماة الكويت المسجلين عندنا أنهم يشاركون ويتنافسون فيها في البطولة. هذا إذا كل رماة الكويت المهندس تعيش، يعني كم عدد المشاركين 300 داخل الكويت وخارجها؟ طبعا عندنا الحين تقريبا 300 وشوي من داخل الكويت، وعندنا رماة من الإمارات سجل 8، حاليا موجود 5، 3 ما وصلوا. بس هذا العدد عفوا مهندس يعني يشمل جميع الفئات اللي ذكرتها، فئات الناشئين والشباب وذوي الهمم. صحيح،
من داخل وخارج الكويت. من داخل وخارج الكويت. من خارج الكويت بس الحين دولة واحدة شاركت معانا، دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني الإخوان يعني كانوا بلغونا إن بيشاركون بعض الدول الخليج، لكن يمكن أوراقهم تأخرت، لكن إن شاء الله يشاركون معانا بطولات قادمة. نعم. طيب مهندس، يعني هذه النتائج اللي راح يسجلها إن شاء الله رماة الكويتيين المشاركين في البطولة، هل راح تدخل ضمن نقول الأرقام التأهيلية للبطولات الدولية مثلا بطولة العالم وأيضا الأولمبياد؟ صحيح، احنا طبعا هذه بطولة ولي العهد وبطولة صاحب السمو الأمير، كلهم الثنتين ذيلي يعتبرون من البطولات المهمة في الدور المحلي. احنا عندنا تقريبا 8 بطولات سنويا نقيمها ننظمها، منهم البطولة الكبرى الدولية اللي مالت حضرة صاحب السمو أمير البلاد واللي تقررت إقامتها إن شاء الله في شهر مارس القادم. النتائج اللي يحصل عليها الرماة راح يكون جزء من تقييم الرامي، بحيث أنه يعني يكون ضمن الصف الأول المنتخب أو الصف الثاني. فإحنا نتمنى إن شاء الله أن أخواننا وأبنائنا وبناتنا اللي يشاركون في البطولة أن الله يوفقهم ويحصلون نتائج طيبة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الجوائز اللي بطولة ولي العهد جوائز مميزة للجميع، وراح تكون يعني غير الجوائز المادية عندنا جوائز ثانية اللي هي يمنح تدريب. أي واحد يجيب رقم التأهيلي يسمونه الـMQS له حق التدريب إلى حق إلى حتى البطولة اللي بعدها، تدريب مجاني. فهذا طبعا من الشغلات اللي محفزة للرماة. احنا طبعا في اتحاد نادي الرماة الكويتي نحاول، مجلس إدارة يحاول قدر استطاعته أن إتاحة الفرصة مو بس للاعبين، حتى الإداريين اللي عندنا والفنيين والحكام الكويتيين أن يكون هذه تجربة لهم عشان شاركاتهم إن شاء الله الخارجية. فهذه البطولة بهالحجم هذا، احنا طبعا عندنا فرعنا اللي بالجهرة اشتغل في البطولة هذه صار له يومين واستطاع أنه يعني ينجز مراحل الناشئين للقوس والسهم ومسدس بندقية، والفرع الرئيسي اللي هو مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية من بكرة تنطلق منافسات الكبار للرمايات الثانية. مهندس تعيش، احنا يعني عرفنا بأن راح في مشاركة للحكام المحليين في صحيح. البطولة صح. يعني آلية اختيارهم خاصة أن هذا أهلهم للمشاركات الدولية كذلك. صحيح، احنا عندنا فخورين الصراحة في أن عندنا من أخوانا وأخواتنا الحكام الكويتيين الوطنيين اللي على مستوى عالمي، وهم حاليا يعتبرون من مصنفين حتى على مستوى الاتحاد الدولي ألف حكام ألف، ويشاركون في البطولات الدولية ويشاركون في الألعاب الآسيوية والقارية. ونتمنى إن شاء الله أن هذين الحكامنا أن يتطورون في المستقبل بشكل أكبر أيضا، ويشاركون أيضا في أولمبياد باريس القادم 2024. احنا طبعا في الكويت الحمد لله رياضة الرماية محظوظة انها تلقى دعم كبير من قيادتنا الرشيدة وسيد سمو العهد الشيخ مشعل الأحمد. يعني منذ ان كان على الحرس الوطني كان سباق في توفير الدعم والمساندة لابناء الرياضيين وخصوصا رياضة الرماية، وكان حريص على انه يسوي بروتوكول تعاون بين الحرس الوطني ونادي الرماية الكويتي اللي أثمر عنا إن اكتشاف العديد من رماتنا والمواهب الشابة اللي ساهمت فيه صفوف المنتخب الوطني، أبرزهم البطل منصور الطرقي الرشيدي. احنا طبعا ودنا بعد إذا سمحتوا لي أني أذكر البطل عبدالله الطرقي اللي حصل على أولمبياد طوكيو وحقق ميدالية أولمبية للكويت في هذا التجمع الرياضي الكبير. قبل 10 أيام أيضا حصل على إنجاز أيضا في نهائي أبطال العالم اللي في قبرص، وحصل على المركز الثاني وأصبح مصنف الثاني على العالم. الرماية الكويتية الحمد تعتبر من يعني الرياضات الناجحة ومؤسسة رياضية ناجحة، واستطاعت الحمد لله أنها تثبت أنها يعني دائما متفوق ان شاء الله. ما في شك بان انجازات ابناء الكويت خاصه في الرمايه هي فخر للكويت وفخر للجميع. مهندس، ودنا نتكلم بما ذكرت قبل قليل مشاركه الحكام في هذه البطوله، هل ستشهد البطوله ايضا مشاركه حكام من خارج الكويت سواء يعني خليجيين او اجانب؟ طبعا احنا دائما نستقبل حكام من خارج الكويت سواء من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الاسيوي، لكن احنا في هذه البطوله كان حكام كويتيين لان عندنا القدره في ادارتها. بطوله سيدي حضره صاحب السمو الامير في شهر 3 ان شاء الله راح يكون عندنا مشاركه من حكام دوليين ايضا
لأن راح يكون فيها دول كثيرة مشاركة في البطولة، فحنا نفضل إنه أيضا يكون في عندنا حكام من عدة دول، من أوروبا من أمريكا، اللي دائما نتعاون معهم وشاركهم معنا في البطولات العالمية. نعم، كل التوفيق للجميع. أكيد يعني الحين المرحلة اللي تي ما بعد البطولة المهندس تعيج، شنو النادي مجهز من مسابقات ممكن تلي البطولة؟ نعم، حنا طبعا البطولة هذه راح يكون ختامها يوم السبت في حضور ممثل سيدي سمو العهد معالي الشيخ طلال الخالد الأحمد الجابر الصباح، والساعة 5:30 بعد ما نوزع جوائز الرماة. طبعا راح يتصنف الرماة اللي هم يعني أفضل رماة عندنا على مستوى الكويت في هذه البطولة. احنا بعدها عندنا بطولات محلية وبطولات خارجية، فاحنا طبعا دائما مثل بطولة سمو العهد تكون فرصة كبيرة حق الرماة الفائزين انهم يكون لهم حظوظ اكبر في انهم يشاركون في البطولات القادمة. فاحنا طبعا عندنا بطولات بالكويت راح تنظم وبطولات خارجية، ونتمنى ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يوفق اخواننا واخواتنا الرماة انهم يكونوا قادرين على مواصلة الانجازات. احنا طبعا قدمنا خطة مثل ما تفضلتي حق الهيئة العامة للرياضة، وأنا بالمناسبة ودي أشيد بدور معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الأخ الفاضل عبد الرحمن بداح طيري، وأيضا أشيد في دور مدير عام هيئة الرياضة الأخ الدكتور حمود فليطح على دعمهم لرياضة الرماية. وقدمنا لهم خطة إلى باريس 2024. الخطة من أهم مراحلها التجهيز للبطولات القادمة، لأن البطولات القادمة مثل 2022 راح تكون يسمونها بطولات التأهل. فمثلا كل بطولة عالم فيها مقعدين مثل بطاقتين للتأهل حق كل صنف من صنوف الرماية، فحنا نودنا أن نشارك في هذه البطولات لأنها راح توزع على عدة قارات، كل بطولة مثلا في قارة، وإن شاء الله حنا نشارك في هذه البطولات ونأهل رماتنا أولمبياد إن شاء الله باريس. نتمنى أكيد مهندس دعيج توفيق للمشاركين من رماد كويتيين، وإن شاء الله يحصلون ويحصدون جوائز وأرقام تأهلهم للمشاركات الخارجية. كل الشكر للمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويت للرماية، كنت معنا في برنامج العالم الصباح، وإن شاء الله نلتقيك في حلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا.